انطلق المئات من الشباب بدراجاتهم الهوائية بماراثون احتضنته العاصمة بغداد لدعم الأيتام وإيصال رسالة بضرورة توفير الرعاية لهذه الشريحة وتعزيز التكافل الاجتماعي. في أكبر ماراثون لدعم الأيتام يتجمهر المئات من الشبان هو ركوب الدراجة الهوائية، جولة أراد القائمون عليها إيصال الرسائل بضرورة دعم هذه الشريحة، ولا سيما خلال الشهر الفضيل بعد أن تجاوز عددها 2 مليون يتيم، لتكون نقطة الانطلاق من ساحة نصب الشهيد وسط العاصمة وصولا إلى مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية. اليوم حقيقة بما أنه احنا نعمل مع التنمية، والتنمية موجودة ضمن خطوطنا وضمن تفاصيلنا، فوجودنا اليوم هو دعم لشريحة كبيرة متكونة من 2 مليون يتيم في العراق. حبينا نجذب الأنظار إلى باتجاه هذا الشريحة، وحبينا الناس تلتفت لهم بالدعم والإسناد، ونحولهم من عناصر مظلومة بالمجتمع إلى عناصر إيجابية منتجة جزء مهم من المجتمع. مبادرة كريمة من مجموعة من هواة الدراجات الهوائية وفرق الدراجات الهوائية في بغداد، بادرت هذه الفرق هؤلاء الشباب إلى إطلاق مبادرة للفت نظر المجتمع إلى قضية اليتيم والاهتمام باليتيم في هذا الشهر الفضيل، حيث انطلقت مسيرة تعد الاستعراض الأكبر من نوعه في بغداد، انطلاقا من نصب الشهيد، وارتأت هذه الفرق أن ننطلق من نصب الشهيد استذكارا لشهداء العراق، وصولا إلى مؤسسة العين في الكرادة ليكون هناك مجموعة من الأيتام باستقبالنا. أعداد أخذت بالتفاقم في السنوات العشر الأخيرة نتيجة الظروف الأمنية والصحية التي شهدتها البلاد، لكنها لم تحظى بأي دعم حكومي، فيما تبين المؤسسة أن أعداد المستفيدين من خدماتها قارب 200,000 يتيم خلال السنوات الماضية، أهيل الجزء الأكبر منهم وزجوا في المجتمع العراقي بعد امتلاكهم لجميع المقومات. طبعا بالنسبة للأيتام المحتضنين في مؤسسة العين هم 77,000، أكثر من 77,000 يتيم. هؤلاء الأيتام يتلقون المعونات المادية والغذائية وكل المعونات التي يحتاجونها، ومثل هذه النشاطات جاءت هي لدعم هذه المعونات ولدعم المؤسسة في نشاطها. وتجسد هذه المبادرات معايير التكافل الاجتماعي الذي يتمتع به المجتمع العراقي، والتي عادة ما تكون فرصا لمساعدة المحتاجين والمتعففين، ولا سيما تلك التي برزت خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتوقف أغلب المصالح نتيجة توجه الحكومة لفرض حظر كلي للتجوال.